بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف العالمين. الفضل العظيم لصلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل، وماذا يخص على المقصرون في هذه السنة العظيمة التي دأب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون وتابعون التابعون وتابعون التابعين؟ ماذا يخسر المقصر في هذه السنة العظيمة؟ أولا، في حديث معظمه صحيح، الجزء الأخير فيه ضعف شوية لكن أيضا معناه صحيح، سأقص عليكم الدليل من السنة النبوية. جاء في الحديث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ركعة في مسجدي هذا، أو صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وصلاة في أرض الرباط بألف ألفين صلاة. أرض الرباط أي أرض المعركة عندما احتدم القتال واشتد البأس. والأفضل من ذلك كله صلاة المؤمن في جوف الليل. في معنى الكلام ده إيه؟ معناه إن ركعة في الثلث الأخير من الليل أفضل من 2 مليون ركعة. يعني بنقول إن الركعة في المسجد الحرام ب 100 ألف ركعة، لا، ده الصلاة، ده الركعة في الثلث الأخير من الليل بأكثر من 2 مليون ركعة. ده إذا اختلف الزمان. معنى إيه؟ إنسان يصلي في وضح النهار في صحن الكعبة أمام عشرات الألوف من الناس، وإنسان يصلي في غرفة مغلقة في الثلث الأخير من الليل لا يراه أحد. وصدقة السر تفضل صدقة الجهري أو صدقة العلني بسبعين ضعفا. فإذا استوى الزمان، معلش، إذا إنسان صلى في البلد الحرام في أوتيل في غرفة مغلقة فوق صحن الكعبة لا يراه أحد، الصلاة تبقى أحسن من 100 ألف صلاة هنا. لكن إذا اختلف الزمان فالزمان مفضل على المكان. الصلاة في غرفة مغلقة في بيتك لا يراك فيها أحد أفضل من أن تصليها في صحن الكعبة 20 ضعف ويراك الناس. ليه؟ الصلاة في العلن أمام الناس مدعاة إلى الرياء وإلى العجب. وأنت تصلي في صحن الكعبة أمام الناس في وضح النهار في وقت يعني الناس كلها مستيقظة والناس كلها تصلي والناس ترى بعضها البعض، وتصلي في الثلث الأخير من الليل في وقت صعب جدا، الناس معظم الناس نايمة إلا من رحم ربي أو إلا لمن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهذه السنة العظيمة، في وقت الناس كل حبيب خلا بحبيبه، تترك فراشك الوسيد، تترك زوجتك، تترك شهوتك، تقوم وأنت تجاهد وتكابد النوم وتتوضأ في وقت ربما يكون الماء مسلج أو ساقع، وفي في 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 أجواء صعبة تحضك على النوم، تقاوم كل هذا وتصلي في مكان مغلق لا يراك أحد، وهذا أدعى إلى التستر وعدم الرياء والإخلاص وقوة الإيمان، هذا دليل قوة الإيمان. عشان كده الصلاة في الثلث الأخير من الليل أفضل من الصلاة في وضح النهار أمام الناس في الكعبة. أشوف الفضل العظيم أول حاجة. دليل من السنة كمان إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ساب كل المناقب العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ترك كل المناقب العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحض إلا على لن تصل يا محمد إلى المقام المحمود، وتكون أول شافع أو أول مشفع وأول من يدخل الجنة ويكون بيدك لواء الحمد، وتكون سيد الأولين والآخرين يوم القيامة إلا بصلاة التهجد. عشان كده اللي بيصلي في الثلث الأخير من الليل له مقام عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. لا يستوي المؤمن أبدا، لا يستوي المؤمن الذي يقيم يصلي التهجد في الثلث الأخير من الليل مع المؤمن الذي لا يصلي الملوش ورد في الثلث الأخير من الليل، لا يستويان أبدا أبدا، مستحيل، إلا بقى في القليل جدا. يعني إذا كان ده يعني كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المرء يصل بحسن خلقه إلى درجة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، ربما بس حسن خلقه، لكن على أغلب الأحوال الناس لا يصل أبدا، لأن مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يساوي، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعملون أم هو قانت أنهلاء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربك، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعملون؟ عبد الله بن عباس قال في هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان، كان بيقيم الليل كله
يصلي في ركعة واحدة في الوتر بالقرآن كله من أول لآخره. هو شيخ فوق 80 عام، هو خليفة وأمير المؤمنين، يدخل صحن الكعبة بالليل يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة في الوتر. مش بقى مش بيصلي ركعتين في الوتر الا في الثلث الاخير من الليل، ده 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 الليل كله. شوفوا بقى حال الصحابه كان ازاي رضي الله عنهم. وقبل ما اقول حال الصحابه هقول لكم ماذا يخسر اللي بيترك صلاه التهجد. شوفوا الحديث ده حديث خطير جدا، حديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن رضي الله عنه، حسن بن عبي قال سمعت ابي علي بن ابي طالب قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث صحيح، إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبة، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء وصفراء، ويخرج منها خيول ذهبية مسرقة بالدر والياقوت لا تبول ولا تغوط خطوها مد البصر، لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاءون. فيقول أهل الدرجات الأدنى، خلي بالكم أهل الدرجات الأدنى لو ما وصلوش إلى الفردوس الأعلى، يا رب أعطيت إخواننا ما لم تعطنا. فيقول رب العالمين إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. شوف ربنا قال إيه أول حاجة صلاة التهجد، أول حاجة في الأربعة الصوام القوام. يبقى الناس اللي بتقيم الثلث الأخير من الليل في الوقت الذي ينزل فيه رب العالمين إلى سماء الدنيا بنفسه أو برحمته، وقال بعض علماء أهل السنة وينادي. طب ربنا بينزل بنفسه، ما لناش دعوه بقى بينزل بنفسه بينزل برحمته، المهم ان ربنا بينزل الى سماء الدنيا وينادي. ودي الفطره الوحيده اللي بنزلها بينزل فيها، الا من مستغفر فاغفر له، الا من سائل فاعطيه، الا الى ان شق الفجر والناس تغط في نوم عميق لا حول ولا قوه الا بالله. ما يكون هذا دأب الصحابه ابدا، فتخسر. شوف بقى انت كده وصل. شوف ربنا بيقول ايه، انهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون. يبقى هنا الكلام على ايه؟ انهم كانوا يصومون وكنتم تفطرون تاكلون. الكلام هنا على صلاه التهجد. خسر ان هو ما وصلش بسبب التقصير في التهجد وفي ملوش ما بيصومش النوافل، كانت النتيجه انه لم يصل الى الفردوس الاعلى، وحرم من العطايا والمنح التي قصها الله سبحانه وتعالى باهل الفردوس الاعلى ولم يعطيها لاهل الدرجات الادنى. منها دي الخيول الذهبيه، دي خيول مسرجه بالدر والياقوت من الذهب الخالص بتطير بسرعه البرق اشبه بالبراق بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي العرج بيه السماوات السبع اعظم بكثير من بساط الريح اللي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كان عند سيدنا سليمان بيطير به فوق ملكه. دي احد العطايا في الفردوس الاعلى اللي هيحرم منها اهل الدرجات الادنى. ومش بس كده، ده رؤيه رب العالمين، اهل الفردوس الاعلى يرون ربهم كما جاء في الحديث ان اهل الفردوس الاعلى يرون ربهم مرتين كلهم، والاهل الدرجات الادنى لا يرون ربهم مره كل اسبوع. ربنا كان يعيرهم. انتوا عايزين تسووا نفسكم بيهم ازاي؟ ده كانوا بيصلوا وانتوا نايمين، ده كانوا بياكلوا يفطروا بيصوموا وانتوا بتاكلوا. ما وصلوش الفردوس الاعلى. اول حاجه التهجد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ساب كل المناقب بتاعت الرسول عليه السلام وقال له اذا كنت عايز تصل الى المقام المحمود واللواء العظيم لازم تتهجد. عشان كده صلاه التهجد في حق الرسول عليه السلام كانت واجب شرعي ولم تكن سنه مؤكده، هي سنه مؤكده في حق الامه. اما في مقام الرسول عليه السلام كما جاء في البخاري ان الرسول عليه السلام وقعت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي يومين فقط عن صلاة التهجد فقط. ف ده بيشوف بقى يعني شوف الاثر العظيم اللي جه في كتب اهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تكذبوا بني اسرائيل ولا تصدقوهم، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. قال اوحى الله سبحانه وتعالى الى داوود كما جاء في كتب اهل الكتاب، قال يا داوود ان لي اقوام احبهم ويحبوني واشتاق اليهم واشتاقون الي، ان فعلت مثلهم يا داود احببتك. ان لي اقوام اذا جن الليل وخلى كل حبيب من بحبيبه واوى كل مسلم او كل رجل الى فراشه، نصبوا الي اقدامهم وافرشوا الي وجوههم وتملقوا الي بانعامي عليه. والله يا داود لو أني وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في ميزانها يوم القيامة لاستقللتها عليه. وعزتي وجلالي لو أني وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم يوم القيامة لاستقللتها عليه. لو أنك فعلت مثلهم يا داود أحببتك.
لذلك داود عليه السلام أفضل صلاة صلاة داود، قال يصلي نصف الليل وينام سدسه ويصلي ثلثه كما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة صلاة داود وأفضل صيام صيام داود. بعد يعني ربما كان هذا كان بعد هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى، أوحى سيدنا داود على قيام صلاة التهجد على الثلث الأخير من الليل، أو يصلي في وقت ينام فيه الناس. شوف بقى حال الصحابة رضي الله عنهم كان إزاي. سيدنا أبو الدرداء راح سيدنا سلمان الفارسي يزوره، وجد زوجته رسة مبتذلة كده في نفسها مش مهتمة بنفسها، فقال لها يعني مالي أراك هكذا؟ قالت له أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. نام معه ونام مع سيدنا أبو الدرداء، فقال له سيدنا أبو الدرداء في أول الليل يصلي، قال له نام الآن. جاء في نص الليل يصلي، قال له نام الآن. بعدين جاء في الثلث الأخير قال له يلا بينا نصلي، إن لبدنك عليك حقا، وإن زوجك عليك حقا، وإن لعملك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، زوجني أبي أو أنكحني أبي امرأة ذات حسب وجمال، كان في العشرين من عمره تقريبا، فذهب ليزوره فوجد زوجته، فسأل زوجته عنه فقالت له نعم الرجل عبد الله ولكنه لم يطأ لنا فراشه. يعني الشهر الأولاني في الجواز زواج احنا بنسميه شهر العسل، ما جاش ناحيته خالص. يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار كله كل يوم ويقوم النهار كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ناداه وعزم، لو عزمت عليك ان تذهب او تاتي اهلك. سيدنا انس بن مالك انه قسم الليل ثلاث اقسام، هو التلت وبنته التلت ومراته التلت عشان ما ينقطعش قيام الليل لحظه. في الليل ماتت الزوجه قسم الليل بينه وبين ابنته، هو نصف الليل وهي نصف الليل. ماتت الابنه وتجاوز سيدنا انس بن مالك 90% فكان يقوم الليل كله بنفسه حتى لا ينقطع الليل، الليل كله من اول لاخر. مش وانت مش عايز تصلي ركعتين في الثلث الاخير من الليل؟ ركعتين والركعه احنا بنقول لسه بنقول الان الركعه احسن من 2 مليون ركعه. امال هي لماذا اعطيت هذا الفضل العظيم؟ وانت مش عايز تصلي ركعتين في الثلث الاخير من الليل، لا حول ولا قوه الا بالله. فاذا شوف سيدنا عثمان بن عفان يقوم الليل كله في وقت صلاه في ركعه الوتر للقران، القران كله من اول لاخر. كذلك ابو حنيفه كان يصلي في يقرا القران كله في ركعه ويبكي ويسمع الجيران بكاء. ده حال الصحابه رضي الله عنهم. نقول مين الطبيعيين؟ طبيعيين. واحد عبد الرحمن بن ابي هلال كان يصلي في اليوم 1000 ركعه. واحد اسمه منصور من كبار التابعين مات، الجار الطفل جار هذا المنصور قال له يا امي اين الخشبه التي كانت فوق السطح؟ كان في خشبه اراها طوال الليل. قالت له يا ابني هذه ليست خشبه، ده كان جارنا المنصور كان يقيم الليل كله. مات المنصور رحمه الله، لا يتحرك اثناء صلاته، الولد ظله خشبه واقف. ده حال الصحابه حال التابعين. يا ريت كلنا ورد في الثلث الاخير من الليل، والا تخسر الفردوس الاعلى وتخسر الخيول الذهبيه وتعاير من رب العالمين، يقول لك ما انت ما كنتش بتصلي بالليل، ازاي عايز تستوي مع المصلي؟ ربنا سبحانه وتعالى عادل، لن يساوي بين المجتهد، لن يساوي بين المقتصد والسابق بالخيرات. وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤها ولباسهم فيها حرير. شوف بقى جنات عدن اللي ربنا هيعطيها للسابقين بالخيرات شكلها عامل ازاي. او تدرون ما جنات عدن؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال قصر به 10000 باب، على كل باب 25000 امرأة. قصر مش زي اي قصر، في 10000 باب على كل باب 25، يبقى نصيبك من الحور اللي هيكون قد ايه؟ بس ده لمين؟ المتهجدين. واحد من قوام الليل بالتابعين شاف واحده من حور العين في السماوات، قال لا مهرك ايه؟ قالت له مهري قيام الليل تهجد. بس كنت عايز تتجوزني وعايز تحظى بكثير من حور العين في الجنه؟ فيا ريت كل واحد منا يحظى يعني يصلي يكون له ورد في الثلث الاخير من الليل، حتى لا تندم يوم القيامه، حتى تحصل هذا الثواب العظيم اذا كنت عايز تحصل منزله عاليه جدا في الجنه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. انا هكتب لكم الحديث بتاع تنامون بالليل، انهم كانوا ينامون بالليل، انهم كانوا يصلون كتب تنامون بالليل، حتى يعني يبقى فيه موعظه. ويا ريت ننسخ هذا الحديث وننشره، ويا ريت تقدروا تنشروا الفيديو ده، تنشروه، لان نشر هذا العلم فيه ثواب عظيم.
ومن علم علما فانه اجرى من عمل به يوم القيامه لا يقول ذلك من اجور شيئا. اقول قولي هذا، استغفر الله.